السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج ادوب ان ديزاين. البرنامج اللي هتفتحه بيظهر معاك بالشاشة ديت، تمام؟ دي مشاريع كتيرة كنا عملناها بجانب بمقاربيا، تمام؟ هو البرنامج متخصص في عمل المجلات، قوي جدا في عمل المجلات. ممكن تنسق الكتاب بتاعك او البحث بتاعك او رسالة الدكتوراه ان شاء الله بالبرنامج دوت، لان هو قوي في الموضوع دوت، تمام؟ طيب اول ما تفتح بيديك الشاشة ديت، فانت ممكن تقول له انا عايز اخر ملفات، او انا عايز المكتبه بتاعت السي سي، او عايز الريسيت، فبيبدا يجيب لك الحاجات ديت. لاحظ ان هو حط الايباد وحط الايفون وحط الاندرويد، فانت من خلاله تقدر تحط كتاب او تحط ماده علميه او مجله على الويب او على الاندرويد او على الايباد ايفون، زي ما انت عايز. انت ممكن اصلا تعمله باي تنسيق وبعد كده تسيبه، تقول له انا عايز سيفه ان هو يفتح الايفون، عايز سيفه ان هو يفتح الاندرويد، ان هو يبقى صفحة نت وهكذا، تمام؟ طيب ممكن تقول له انا عايز نيو، فهو بيبدأ يقول لك انت عايز الملف الاعدادات الافتراضية ولا عايز كاستم، تبدأ انت تختار. طب انت عايز تطبع ولا عايز ويب ولا عايز ديجيتال بابلشر، ولا عدد الصفحات قد ايه؟ خلينا مثلا نقول عدد الصفحات 6، تمام؟ هتبدأ من ترقيم من كام، من 1. فيسنج بيجز هيبقى صفحتين قصاد بعض ولا عايزها صفحة واحدة، تمام؟ طيب انت عايز حجم الصفحة A4 ولا ليتر ولا B5؟ B5 ده المنتشر اكتر في الكتب، الابعاد ممكن تعدل فيها، ممكن تخلي الصفحة افقي او رأسي زي ما انت عايز. عايز تقسم صفوف، فممكن تقسم صفوف او تخلي صف واحد عمود اعمدة، تمام؟ الفراغات او المساحة اللي بتتساب في حدود الصفحة، تمام؟ هقول له اوكي، فبيبدأ يفتح لي البرنامج، اقدر اعمل المجلة بتاعتي، تمام؟ والافضل ان انا ابدأ بتمبليت، تمام؟ يعني في تمبليت بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى عبارة عن حاجات تسهل على الشغل، تمام؟ فممكن اقول له فايل اوبن وابدأ افتح اي حاجة من عندي. خلينا نجيب تمبليت كنا شارينه، وفيها لو دورت على النت هتلاقي حاجات كتير جدا ببلاش. انديزاين تمبليت، في عدد من التمبليت جاهز، ده مثلا مجازين كفر، ده خلينا نختار مثلا حاجة زي كده، وده ده مثلا شكل كتاب، ده شكل جورنال. فبيبدأ يديك أماكن أنت تبدأ تحط الصور، تبدأ تحط الكلام اللي أنت عايزه في بدل الصفحة اللي موجودة، تمبليت بالشكل دوت، بحيث تبدأ انت تملأ الكلام وتبدأ تحط الصور بالشكل دوت. في طب تعالى نشوف الكتاب. تمبليت بيساعدك بدل ما تبدأ من الصفر تلاقي حاجة موجودة تعتمد عليها. بورتفوليو بوك مثلا، بيبقى مثلا حاطط لك اماكن الصور فانت تعمل ريبليس للصورة، حاطط لك الاماكن الكلام فانت تقدر تحط الكلام. هنا بيقول ان في خط ناقص، وهنتعرف ازاي ان احنا نلاقي الخطوط دي، تمام؟ دي حاجه مثلا موجوده مجله، تمام؟ فبتبدا تشوف انت الصور موجوده فين وتبدا تحط تبدل الصور. طيب خلينا نبدا بحاجه جديده خالص، تمام؟ عايز انا ابدا مثلا احط صوره، فبقول له فايل بليس وابدا اختار اي صوره، اول صوره تظهر معانا نبدا نحطها، تمام؟ في صورة هي ظهرت، هبدأ اختار الصورة ديت واقول له اوكي، وابدأ احط الصورة بالشكل دوت. عايز تحط تكست، اهي الادوات. لو انت فاميليار او شغال بالفوتوشوب هتلاقي الموضوع سهل بالنسبة لك، هو عبارة عن كائن كده بين الفوتوشوب والوورد، فتقدر تكتب الكلام اللي انت عايزه، تمام؟ هقول له فايل تايب فايل ويز بليس اوردر تكست، ويبدأ يحط لي بعض التكست ابدأ اشتغل عليه بالشكل دوت.